ازيك يا خبودي؟ كريم اهلين. ليك جيت بوقتك. عود عود. خير ان شاء الله. مالك؟ شايفك يومين بقالك مهموم. بدي استشيرك بشغله. خير؟ اذا واحد عم بيهددك شو بتعمل؟ حسب هو بيهددك بايه. معلم انيس اللي نحن مستاجرين عنده الفوايه ايه كمشني من يومين مع وحده، وبعدين وقال لي اذا ما بنفذ له طلباته بيفضحني. ايه هي شروطه؟ قال لازم انا وعبده نقعد معنا واحد تالت. يعني دلوقتي في واحد تالت قاعد معاكم في الاوضه؟ ايه. شو واحد سميك تقيل الدم، بضله كل النهار هو عبده ودبي وعصري، وانا ما في اقول له شيء. ليه؟ ها؟ مشان مزعق المعلم انيس. ايش دخل المعلم انيس بالبنت اللي انت تخرج معاها؟ انت حر. ايه يا عيني عليك. برافو. ايه ايه بس مش بنته. ليه؟ هو مسكك مع بنته؟ وي. شو عبدو؟ ليه مش رايقه معك؟ ميمي خايف. من شو؟ ما عملتش منيح بالفحص. بسيطة. كيف بسيطة؟ وعلامات تبع قلت امبارح ما كانوش منيح تبع الأدب. طب ليه؟ ما إلك بالعادة. قولك غضب علي. مين؟ أستاذ خليل. مين خليل؟ اللي قاعد عنا أستاذ علم التيجاس. ليه مزعلوا بشي؟ بأشياء. ما قلت لك هو جماعة ما فيك تزعلون. مبسوط هلأ؟ شايف شو صاير فيك؟ ميمي قولك إيش لازم نعمل؟ اطردوا. أعوذ بالله. شو بيك يا زلمة؟ نطرد خليل؟ شو منكون عملنا؟ اطرد خليل وخلي المعلم أنيس يحس ان انت مش فارقة معاكم. اقول لك ايه؟ ما انت محسسه ان انت جبان، عشان كده هو فارض شروطه كلها. ايه بس ما يفضحنا قدام عبده. ليه؟ وانت من امتى اصلا بتفرق معاك عبده؟ ايه مظبوط دخلك، من امتى انا بتفرق معي عبده؟ وانا يهمني. يا اهلا يا اهلا بالاستاذ خليل. يا اهلا. اهلا استاذ خليل، بتحب تتغدى معنا؟ لا شكرا، تغديت شيش طاووق، بعدين ما في يفوت على منطقتك. لا يا استاذ، يا عيب شوم ولو اشي منطقتي واشي منطقتك، ما نحن اخوه. ايش هالحديث هذا؟ يا اهلا فيك، تفضل. يعني بقدر فوت؟ ولو يا استاذ، يا اهلا وسهلا. كنت واثق انك رح تخسر قدامي وانتصر انا بالمعركه اللي نشبت بيناتنا. اي معركه يا استاذ؟ اي معركه؟ هذه ما اسمها معركه، هذه اسمها سوء تفاهم. هذه معركة هاي؟ عال. فإذا خلينا نلتهم صحن مجدرة غداء مصالحة. كنت عارف أنه سنرجع يوما إلى حمامنا. يا أهلا فيك. بتصدق كنت عم ضبك لكيشي وماشي. لا يا أستاذ، أعوذ بالله، هون بتضل، هيدا بيتك هيدا. بفهم من حديثك أنك ندمان. ندمان وبس يا أستاذ، ندمان وبس. ما فيك تتصور قديش ندمان. ندمان لأن سمحت لحالي هين واستخف بشخصية مثل حضرتك بتستحق الذكر. ندمان لأنه تركت الجهل يتحكم فيي وفلت فرد فلتي على علم هو من أهم العلوم اللي مرقت بتاريخ الإنسانية. الإنسانية؟ أشي الإنسانية؟ أشي الإنسانية؟ هي الإنسان. والإنسان أشو الإنسان؟ أشو الإنسان؟ هو كتلة أعصاب تتحكم فيها الظروف، وأنا ظروفي ما كانتش منيحة يا أستاذ. لذلك ومن على هذا المنبر اسمح لي أقدم لك اعتذاري. طيبين مجدراتك. بتحب تزيد استاذ؟ اذا ما في ازعاج. ولو انت تزعجني. اهلا وسهلا. لحظه لحظه، صحه صحه استاذ. استاذ خليل تفضل تفضل. صحه صحه. شكرا. بتحب تتحلى بشي هيك من بعد الاكل؟ كون ممنونك. بتعرف انا كثير مبسوط انك رجعت لصوابك. ولو يا استاذ. يا يا يعيش الاستاذ خليل. يا وعلم التيكس. يا يا استاذ راضي علي؟ طبعا. استاذ خليل، ضبك لكيشك وفرقنا بريحه طيبه. لا 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 بودي، لا 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 مش هيك بيحكوا مع الاستاذ خليل. ليك سكتلك خلص، طفح الكيل. ضبك لكيشك، كنا متفقين على جمعه وخلصت الجمعه. يلا بودي، ايش بدك دخلك بودي؟ خلص الاستاذ خليل بده يضل عنا. عبدو شو صاير لك من امبارح؟ امبارح راح مع امبارح بودي. خلينا باليوم. عبدو انت اكيد؟ بودي انت اكيد؟ انا اكيد. انت عم تمزح بودي. انت عم تمزح. لا مش فارقة معي. يلا بودي. بس بقى يه، طفع الكل منك. ها خلص استاذ خليل على سلامة عينه، انا اللي بقرر. انسان متعاني متفائل متفاني ومنوش متزمت مترهل ومتأخر. عم كيف ركبوا هالموتة ورا بعضهم يا عبدو؟ انت اكيد؟
أنا الأكيد بودي، أنا الأكيد. خلص أنا كنت غلطان والرجوع عن الخطأ فضيلة. الأستاذ خليل على سلامة عينه. الأستاذ خليل خلينا نتوفق بهالفحص بحياتنا بحياتنا. ما امبارح كان عم توقعنا عليه يا بودي. أستاذ خليل أبعد ما يمكن عن الوائحة. خلص لك صاير عم بحكي مثله. أستاذ خليل أبعد ما يمكن عن الوائحة ورح يضل عنا وسكر على الموضوع وخلص. عبدو شو صاير معك؟ خي مش صاير شي. خلص مرق لي هالليلة على خير. الله يخليك. رح ازعل منك يا بودي. لك ازعل مش فرقاني معي أمفل. لا ولك لا لا كل شي ولا يزعل منك ولك فهم بقى. لك كرمال عبدو بس رح اسكت لك اليوم بس بكرة حسابك معي. شو صير لبودي؟ عن يمزح معك. ما بودي بحب يمزح كثير. استاذ يا اهلا فيك. لازم جيب معي ساندويشتين روستو. مهضومه منك استاذ ولا اهضم من هيك. استاذ بعد اذنك بدي اسالك سؤال. معلش تفضل. هذيك الايام تنذكر ما تنعاد وقت كانت الحدود مسكره بيننا وبينك نحن كنا منعينك تفوت على الحمام فمعلش لو سؤال شو هيك حشري. كيف كنت تدبر حالك؟ ما قلت لك نحن ابناء علم التيغس ما منحتاج لحمام. معقول يا استاذ؟ هلا في عند الانسان حالات استثنائية. ايوه هي اللي عم نحكي فيه. الحالات الاستثنائية. كيف كنت تدبر حالك؟ ما عندي فوق بالاوضة عندي شباك. يعني فهمك كفاية. بودي هلا عرفت ليش يبست الزريعة.